أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة، ومن علامات الساعة هدم قبلة المسلمين الكعبة المشرفة، يهدمها في آخر الزمان رجل أسود من الحبشة يسمى ذو السويقتين. فمن هو هذا الرجل؟ وكيف سيهدمها؟ ومتى سيكون ذلك؟ سنبين لكم الأجوبة على هذه الأسئلة والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي بيّنت حال الكعبة في آخر الزمان. ولكن قبل البدء، اشتركوا بالقناة وادعموا الفيديو بلايك. عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك. تفسير هذا الحديث أنه يبايع لرجل بين الحجر الأسود ومقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، ويقال إن هذا الرجل هو المهدي، فيقوم عليه العرب ويرسل له جيشا لمحاربته، فيعاقبهم الله بأن يخسف أولهم وآخرهم، ثم يأتي الحبشة فيهدمون الكعبة حجرا حجرا لا تعمر بعد ذلك أبدا. وعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. رواه البخاري ومسلم. ذو السويقتين أي له ساقان دقيقان. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعبة. رواه البخاري. أفحج أي متباعد ما بين الفخذين. ولكن هل هناك تعارض بين قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، وبين الأحاديث النبوية؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله كما ثبت في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي حتى لا يبقى في الأرض مسلم يذكر الله تعالى. وقع اختلاف بين العلماء في تحديد الزمن الذي يقع فيه تخريب الكعبة على عدة أقوال، منها أنه يقع في زمن عيسى عليه السلام وبعد هلاك يأجوج ومأجوج، للحديث المذكور عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، أي لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. وقيل أيضاً إنه يقع قبل خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام، ذكره القرطبي عن أبي حامد الغزالي. وقيل إنه يقع بعد خروج الدابة. وقيل إنه يقع بعد الآيات كلها قرب قيام الساعة، حين ينقطع الحج ولا يبقى في الأرض من يقول الله. وقيل إنه يكون في آخر الزمان، حينما يترك العرب والمسلمون تعظيم البيت الحرام في نفوسهم ويستحلوا حرمته. أما إذا كنتم في لبس حول تزامن نزول سيدنا عيسى عليه السلام ومحاربة العرب للمهدي، أو في تسلسل أحداث نهاية الزمان أو قتال يأجوج ومأجوج، فترتيب هذه الأحداث والوقائع وزمن حدوثها يبقى علمه عند الله. ومهمتنا هنا كانت محاولة إيصال تفاصيل هدم الكعبة آخر الزمان بطريقة يسهل إدراكها. هذه الآراء لا تعبر عن رأي القناة،
إنما هي اجتهادات، والله تعالى أعلم. أعزائي، نحن نجتهد في هذه القناة بتقديم محتوى راق ومميز، فساعدونا في نشرها بعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم.